تهربي الأحباء. خدنا بريك سريع كده ونتكلم بقى دلوقتي عن المحاضرة التانية التعويضية بتاعت يوم الثلاث اللي أنا قلت لكم إن أنا مسافرة فيها. المحاضرة دي مهمة قوي، اللي بتكلمني على عمارة المتحف، ويمكن أنا جايبة لكم المتحف المصري هنطبق عليه الكلام اللي احنا هنقوله. في البداية خالص، في عمارة أي شيء أكتر شيء مهم فيه لازم نتكلم فيه هو الموقع. الموقع بعد كده، بعد الموقع ببتدي أتكلم على التصميم الداخلي، وبعدين أتكلم على التصميم الخارجي. كل ده مجرد عمارة صرف، لغاية ما أدخل بعد كده للديتيلز اللي جوه المتحف. زي إيه؟ زي الدهانات بتاعة الجدران، زي مصادر الإضاءة الطبيعية اللي بتدخل للموقع من النوافذ أو من الأبواب، مصادر الإضاءة الصناعية اللي أنا بحطها في المتحف أو اللي بحطها داخل الفاترين. الإشارات الضوئية اللي بوجه بيها دخول أي قاعات. إذن العمارة أما أجي أتكلم عليها أعمل ثلاث أسهم، وأقول الموقع، وأقول التصميم الداخلي، وأقول الخارجي. التصميم الخارجي ممثل في الواجهات والنوافذ. أقول الديتيلز الداخلي الخاص بالمتحف. طيب، في البداية خالص الموقع، لازم أختار موقع سهل الوصول لي. يعني مجيش أختار موقع بيتسلق الجبال زي عمان، أو زي أختار قلعة وأعمل فيها المتحف جواه. لازم يكون قريب من الموقع ده أوتيل الناس ممكن تقيم فيه، زي متحف التحرير كده يا ولاد قدامنا الهيلتون. لازم يكون قريب منه باركنج الركن الأوتوبيسات الحافلات الكبيرة، أو يكون قريب منه سابوي مترو أنفاق، يقدر لو زائر فرداني مش مع جروب وأوتوبيس وكده يركب وينزل ويزور المتحف. طيب، ده بس اللي أنا بتكلم عليه في الموقع؟ لا، ده في أشياء عديدة لازم أتكلم عليها في الموقع. زي إيه يا ولاد؟ أختار أماكن تكون بعيدة عن الرطوبة عشان الآثار اللي معروضة جوه ما تتأثرش. يعني مثلا ما جيش على شط اسكندرية وأقوم حاطط متحف، ده يأثر على المعروضات اللي داخل المتحف. مين معايا يا أولاد؟ انا فرح يا دكتور. ازيك يا فرح؟ الحمد لله. حبيبه قلبي، كان في محاضره قبل دي، انا كنا في الفرنش والايطالي. طب سوري. لا عادي ولا هم. طيب اسمعوها. طبعا. طيب استني يا فرح عشان ادون اسمك ثلاثي، عشان انا بحب اخد
الغياب في الأونلاين. طب تمام. المحاضرة دي محاضرة تعويضية عن محاضرة يوم الثلاث اللي جاي، أوكي؟ تمام يا دكتور، بس الفكرة بس إن بعد كده هيبقى عندنا محاضرات في المتحف، فممكن جزء مننا ما يقدرش يحضرها. امتى؟ لا ده النهارده كده بصفة استثنائية، قصدي يوم لكن التلات، احنا أنا قصدي معانا يوم التلات. التلات متأخر، محاضرة من 2 تقريبا، مش هتكونوا رجعتوا من المتحف؟ تمام، ممكن أو نكون حتى رجعنا. ممكن تشوفوها وهي بتتسجل مش بتتساب. انا قصدي على الاونلاين، قصدي على الغياب، سوري. الغياب. فعادي طب نبقى نتدارك الأمر ده مع بعض، وفي المحاضرة الفيزيكال نتكلم في الموضوع ده لو قدرنا نغير تمام. الميعاد. أوكي، انتوا ايه الايام تمام. اللي ما عندكوش فيها محاضرات؟ الأربعاء والخميس. زي النهارده كده. بيبقى بس هو خميس، بس بيبقى عندنا محاضرة 8 الفرنش والإيطالي، بس بعد كده نبقى فاضيين. خلاص اوكي. ابقوا احضروا المحاضرة اللي انا قلتها قبل دي. احنا قلنا محاضرة من 8:30 ل 9:30، وخدنا بريك 10 دقايق، وبدأنا المحاضرة التانية اللي انا بادئة فيها دي. اوكي، اوكي يا دكتور. الاونلاين مهم جدا يا ولاد، بقول حاجات بين السطور بتبقى هامة جدا في الامتحان. ماشي، اديني اسمك يا ماما ثلاثي. فرح رضا ابراهيم، بس رضا بديه ايه؟ ابراهيم، رضا بتكتب بديه بدل الالف. رضا ابراهيم. ماشي. يبقى فرح راضي مش رضا. هي كتبت غلط وسالت ناس بابايا، بس هي بتنطق رضا. اوكي يا حبيبتي. احنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت على تنوع المتاحف. في حد تاني جه وناخد اسمه؟ ازيك يا دكتور؟ ازيك حبيبتي، مين معايا؟ حبيبة، أنا حبيبة، قولي لي اسمك ثلاثي يا حبيبة. حبيبة عبد العزيز أحمد. طيب استنى لما اكتبه عشان الغياب بتاع المحاضرة. في محاضرة حبيبة اتاخدت يا حبيبتي من 8:30 ل 9:30، وخدنا بريك 10 دقايق، والمحاضرة اللي أنا بقولها لكو دي بدل التلات 17:10. أوكي، عشان أنا قلت لكو في نهاية المحاضرة اللي فاتت إن أنا عندي مؤتمر مسافرة، فعملت لكو المحاضرة الأونلاين دلوقتي عشان ما تضيعش عليكو. سامعيني؟ اوكي يا دكتور، يعني المحاضرة بتاعت الصبح احضرها بره الاونلاين، يعني ايه؟ مش صح فاهمة. كده؟ انا ما حضرتش محاضرة الصبح. اوكي، محاضرة الصبح باسمعيها ما بتبقى مسجلة، ايه تمام. والمحاضرة اللي انا فيها دلوقتي اللي انا بكلمكم حالا دي محاضرة بدل يوم الثلاث 17:10، عشان انا مسافرة عندي مؤتمر. اوكي تمام، تمام. عشان ما تدخلوش يوم الثلاث 17 وتقولوا الدكتور مش موجودة. بدأنا المحاضرة الأولانية خلصت، واتكلمنا فيها على تنوع المتاحف وعلى مفهوم المتحف وعلى أهمية المتحف للسائح، واتكلمنا على الهيستوري بتاع المتاحف وبدأ إمتى والنشاط اللي واضح قوي في عصر النهضة. وبعد كده قلنا إن مصر بتمتلك 359 متحف متنوع، بالإضافة للمتاحف المفتوحة اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي التشارج والموسك، الكنائس والمساجد وما تقتنيه، وكذلك المعابد الإيجيبتولوجي والمعابد اليونانية الرومانية. قلنا المعابد الإيجيبتولوجي جدرانها مزدانة،
بزخارف وفيها خراطيش بتحكي هيستوري للمكان. كذلك اليوناني الروماني كان حابب قوي ان هو يحط تماثيل في قصوره. البطالمة عملوا بيت لأرباب الفن والفنون. بعد كده العصور الوسطى، وتحدثنا بإسهاب على العصور الوسطى من كنائس ومساجد، ودينا اكزامبل لكنيسة مهمة قوي سان مارك في البندقية، قد ايه هي اترجم فيها مصطلح المتحف المفتوح. طبعا برضو عندنا الهانجينج تشيرج، نخشها انا جوه متحف مفتوح من اخشاب وايقونات واحجار ورخام وكل ما يخطر على بالك. المحاضرة التانية دي بقى يا اولاد دخلنا في موضوع جديد، هنتكلم على عمارة المتحف. عمارة المتحف، المتحف مش بيتعمل بشكل عشوائي، ليه بروجرام بيتمشي على أساسه لوجود هذه المنشأة المتحفية. وأنا بكلمكم في المحاضرة اللي فاتت على المتاحف الكبرى، قلت لكم إن المتحف القومي للحضارة من ضمن المتاحف الكبرى، والمتحف اليوناني الروماني اللي تم افتتاحه امبارح برضو من ضمن المتاحف الكبرى، والمتحفين دول تقدر تطبق عليهم مصطلح المتحف المثالي. تمام؟ طيب الموقع، الموقع اللي انا اختاره عشان اعمل متحف، انا حابني متحف احط فيه مقتنياتي القومية ويبقى خاص بالزيارة للأجانب من هنا ومن هنا. نعمل ايه؟ الموقع لازم له مواصفات معينة يبقى سهل الوصول ليه، مش هتسلق جبل، مش هعدي بحر عشان اروح ازوره، يكون قريب منه فنادق، يكون قريب منه مرسى بواخر، يكون قريب منه سابواي مترو انفاق. وطبقنا الكلام اللي احنا قلناه ده، قريب منه مترو انفاق. ايه اللي قريب منه مترو انفاق يا ولاد؟ معايا ولا ايه حبيبه؟ حبيبه انت معايا؟ يا ولاد انتوا النت وقع ولا ايه؟ ايه الاخبار؟ سامعيني؟ ايوه يا ولاد. تقريبا كده هو انفصل. فصل من عندكم ولا من عندي؟ من عند حضرتك يا دكتور. هو الصوت قطع مره واحده. معقول؟ طيب اوكي، احنا كنا بنتكلم على الموقع واختيارنا للموقع وأهمية اختيار الموقع. قلنا انه لازم يكون قريب من فنادق. في حد حاضر في ذهنه حاجة يقولها لي على قرب المتحف من الفنادق؟ لا كلمها زي المتحف الحضاري. لا، المتحف المصري مش قدام المتحف المصري في التحرير الهيلتون، ولو عدينا الكوبري هنلقى شيراتون، يبقى مقترب منه فنادق. الناس ممكن تكون مقيمة في الفنادق وتخش على المتحف بمنتهى السهولة. طيب مترو أنفاق، ايه اللي قريب منه مترو أنفاق؟ ساعة ما كنت بقول لكم تعملوا بيبر، ها هو المتحف المصري جنبي السادات، وفي ملف ويقال المتحف، وفي متحف مهم قوي قريب تنزلي من محطة ماري جرجس تلقيه في وشك، المتحف القبطي. جمال الأبيض. تمام. المتحف القبطي. اوكي، يبقى لازم يكون سهل قوي
وجنبه وسائل مواصلات، في منطقة متسعة عشان يبقى باركينج للحافلات الكبيرة. اختار بقى كمان مكان يكون بعيد عن البحر عشان الرطوبة، عشان الرطوبة ممكن تأثر على المعروضات بتاعتي اللي أنا عارضها جوه المتحف. يعني ما روحش على كورنيش اسكندرية وأقوم عامل متحف، الرطوبة اللي هيعملها البحر هتأثر لي على الحاجات اللي جوه المتحف. كمان ما جيش أتسلق جبل وأقول أنا هعمل متحف على الجبل، ما ينفعش، هيبقى مش سهل وميسر للناس. ما اختارش المبنى الأثري في انبهار. سامعيني يا ولاد؟ ايوه يا دكتور محضر. ايوه دكتور. في حد جديد دخل عشان ناخد اسمه؟ ايوه يا دكتور، ازي حضرتك؟ صباح الخير. صباح النور يا قمر، مين معايا؟ رانا احمد بيوم. رانا، ماشي يا رانا، بنتكلم على موقع المتحف يا رانا، احنا في العمارة الخاصة بالمتحف. تمام. وحضرتك المحاضرة اللي قبلها اديتي فيها ايه بعد اذنك؟ طب ما انتي تسمعيها بنفسك. لا، عشان ابقى عارفة حضرتك اديتينا ايه، عشان ابقى متابعة دلوقتي عشان افهم. لا اللي خد، لا عايزة نبذة يا مختصر، يعني انت شرحتي ايه كده بس. ده درس خصوصي ولا ايه يا رانا؟ لا يعني حضرتك اديتي حاجة غير الموقع؟ لا، ده الموقع أول حاجة في عمارة المتحف. تمام، يعني مش خلاص، ماشي مع حضرتك. ده العمارة دي أول شيء فيها، لكن الحاجات اللي خدناها قبل كده اللي احنا قلناها، الهيستوري بتاع المتحف، تعريف مصطلح المتحف، المتاحف المفتوحة، بدأنا امتى، تمام انا عارفة عصر ومعرفة. النهضة كده يعني. لا بس اسمعي الاونلاين عشان في حاجات بين السطور بتيجي في البابل شيت. اوكي تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك. العفو يا روحي. بصوا احنا بنتكلم يا اولاد على العمارة، ادي المتحف، انا جايبه لكم نماذج متاحف على فكرة، المتحف المصري من جوه، المتحف القبطي من جوه، كل ده هنطبق عليه العمارة دلوقتي، المتحف الاسلامي من جوه ايضا، المتحف القومي من اروع المتاحف. نتكلم تصميم المعماري، احنا لسه في الموقع. اوكي معلش يا دكتور، حضرتك عارضة صورة؟ نعم. حضرتك عارضة صور؟ اه، ما شفتوش؟ لا انا مش ظاهر لي حاجة كده، مش شايفة. طب هجرب اخرج تاني وادخل. طب شوفي كده اهو. وانا برضو دكتور مش ظاهر لي صورة. في حد تاني غير رانا مش ظاهر له الصورة؟ ها حبيبة، قولي بس. ايوه يا دكتور. الصورة واضحة ولا ايه؟ لا مش واضحة بصراحة. كده الصور مش واضحة؟ لا يا دكتور. بتاعت الدنيا شو؟ لا يا دكتور مش، ما فيش حاجة بقى. اي يا ولاد؟ اه كده ظهرت يا دكتور. طيب طيب
أنا كده تمام يا دكتور بان. طيب يا حبايبي نرجع تاني لكلامنا، احنا بنتكلم على ايه؟ على الموقع، قلنا يبقى سهل الوصول ليه، قريب منه فنادق، جنبه مترو انفاق، جنبه محطة بواخر، جنبه اشياء عديدة، بعيد عن الرطوبة، ما نجيش على شط البحر ونعمل متحف الناس تتأثر بيه، ما تتسلقش جبال. كمان يا ولاد فاكرين لما جيت اكلمكم ان بعض المتاحف عندنا قصور حولت لمتاحف؟ سامعيني يا ولاد؟ يا دكتور هي قصر البارون يا دكتور. ايه دكتور زي قصر قبل محافظ عادي دي في المانيا. بالظبط، عايزين لما نيجي نختار مبنى اثري نعمل فيه متحف، ما يبقاش المبنى واو جبار يبهر الناس، هيقعدوا يتفرجوا على المبنى وينسوا المعروضات اللي انا عرضها عشان يتفرجوا عليها. فاختياري للمبنى الاثري اللي هعمل فيه المتحف اوظفه بشكل يتناسب ان اللي بيزور المكان اوكي حلو جميل، لكن ما ينساش يشوف معروضاتي. معايا؟ معلش يا دكتور ممكن النقطة دي تاني؟ مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيتكلم؟ أنا يا دكتور انت حبيبي، مين؟ انت مين؟ أنا حبيبي يا دكتور. ايه يا حبيبي خير؟ ممكن بس تعيدي النقطة الأخيرة تاني اللي هي بتاعت المبنى الأثري؟ المبنى الأثري، مش احنا قلنا في قصور حولت لمتاحف؟ هاخد اكزامبل، ما اختارش قصر جبار وهم حيطانه مزدانه بشكل جامد جدا وحاطه فاترين في النص. انا لو معايا جروب هينشغل بانه يقعد يبص على الجدران والاسقف وينسى الفاترينه اللي فيها معروضاتي اللي انا عايزه اشوفها. فاهمين؟ ايوه يعني المفروض ان اختار مبنى اثري ليس مبهر، ما يلفتش النظر قوي ويغني عن المعروضات. برضو مش فاهمين؟ لا تمام يا دكتور. في حد تاني مش فاهم غير حبيبة رنا؟ تمام يا دكتور، تمام يا دكتور. في ايه يا حبيبة؟ ها لا تمام يا دكتور، المعلومة ماشي يا ماما. تمام. يعني يا دكتور انا مثلا جيت ازوركم وانتوا حاطين ورق حائط جميل جدا على الحيطان والاسقف اضاءه معرفش شكلها ايه، وماما شاريه انتريه بمبلغ محترم ولا خدت بالي من الانتريه، انا انبهرت بالجدران وبالسقف والاضاءه وماما زعلانه دفعت دم قلبها في الانتريه وانا ولا كاني شفته. اوكي قدرت اسهل لك الموضوع؟ ماشي يا حبيبة. ايوه بس طيب يا حبيبتي نيجي نتكلم لعنصر تاني، احنا خلاص غطينا الموقع، في حد ممكن يقول لي حاجة على الموقع؟ الموقع لازم اختاره ايه؟ يبقى قريب منه محطات مترو انفاق وفنادق ومحطات بحيرات. لا بواخر يا حبيبتي مش بحيرات. بواخر. ولازم يكون بعيد عن الرطوبة، يعني ما ينفعش اعمل متحف على البحر عشان الرطوبة ما تأثرش على المعروضات، ما ينفعش اتسلق جبل واعمل متحف عشان ما يبقاش متعب، لازم يبقى سهل للي رايحينه، ما ينفعش اجيب مبنى اثري مبهر جبار واحط فيه المعروضات. تمام؟ طيب عندنا بقى هنتكلم على الحوائط. الحوائط يا ولاد اللي بعمل بيها لازم تكون معمولة بمواد عازلة للصوت، عشان مثلا انا وانتي ورنا احنا كل واحد معاه جروب، انا معايا جروب انجليش، انت معاكي الماني، هي معاها صيني، كل واحد دخل قاعة انا عمالة اتكلم وانت تتكلمي وهي تتكلم، ما ينفعش نشوش على بعض، يبقى الحوائط لازم تكون ايه؟
عزلة يعني لا للشغل. تتولى عزلة. طيب ولازم كمان تكون متينة، ما ينفعش تكون يعني حد يسند عليها معمولة من الخشب أقوم نازلة بيها، ولازم النوافذ تكون محصنة عشان المتحف ما يسرقش، ولازم كل ده يا ولاد يتمثل في ذوق رفيع. يعني الحيطة عزلة ولكن ما عملهاش بقى حجر صم كتلة كده، لا لازم أكون متخيل ومستشعر الذوق في اللي أنا بعمله. طيب نيجي بعد كده للأرضيات. الأرضيات ما ينفعش إن أنا أعملها سيراميك والناس تتزحلق، وما ينفعش إن أنا أعملها رخام، وما ينفعش إن أنا أعملها باركيه ولا فلين. طب أمال أنا هعملها إيه؟ حجر مجروش. يعني إيه حجر مجروش يا أولاد؟ حجر مش أملس، مش ناعم، في بعض خشونة لما أمشي عليه رجلي تبقى صلبة عليه. يبقى حتى في اختياري لعمل الأرضيات لازم أراعي لا سيراميك ولا رخام ولا لا حجر مجروش. معايا يا ولاد؟ ايوه دكتور مجروح. يبقى احنا اتكلمنا على الحوائط، اتكلمنا على الأرضيات، أجهزة النظافة. انا مش هجي هعمل غرفه لاجهزه النظافه اكون حريص انها تكون خارج المتحف، واجهزه النظافه انا مش هجيب مقشه واجيب حته واقعد انفط، لا هجيب بويلر، هجيب مكنسه كهربائيه عشان استخدم امتصاص الاتربه اللي بتحيط على المعروضات بمنتهى الحرص لعدم أذية هذه المعروضات. تمام؟ طيب ايه تاني لازم اخد بالي منه يا ولاد؟ قاعات العرض. احنا قلنا ان بيبقى فيه قاعة خشب، قاعة مخطوطات، قاعة احجار. القاعات دي لازم يبقى فيها حاجة اسمها هيرموني، متجانسة. يعني ما اعملش قاعة 60 متر وقاعة 4 متر، لا يبقى فيه تجانس بين القاعات، مقتربة من مساحتها قريبة من بعضها. يبقى ده في تقسيمي للمتحف من جوه قاعات العرض. لازم منساش وانا بعمل المتحف اني اعمل معمل للتصوير. ايه معمل التصوير؟ اكتبوا معمل تصوير يعني مسموح معمل. ان الناس تصور التماثيل. اصبروا عليا بس على مهلكو. عندي معمل تصوير، عندي معمل ترميم، عندي قسم تسجيل، عندي قاعة لمحاضرات، عندي مكتبة، عندي مخازن. المخازن بتبقى في معظم المتاحف تحت الأرض، بنزل كده زي بدروم دور واتنين وتلاتة تحت الأرض بمساحة المتحف، دي المخازن بتاعتي. طيب معمل التصوير ومعمل الترميم والحاجات دي كلها أنا هستخدمها ليه؟ بستخدمها عندي. أنا قلت لكم قبل كده إن معروضات المتحف يا ولاد جاية نتاج حاجة اسمها حفائر، صح؟ اه يا دكتور. وايه تاني؟ انا قلت في المحاضرة المعروضات اللي في المتحف لا اما جاية حفائر، لا اما منقولة من مكان اثري، لا اما اهداء. نسيتوا مجموعة المسكوكات اللي اهداها الدكتور هنري امين عوض للمتحف الاسلامي؟ مين معايا؟
ايوه دكتور حضرتك محمد. حضرت ايوه انا محاضرات الفيزيكال ولا لا؟ ايه دكتور حضرني. طب ونسيته؟ لا بس ما كناش عارفين حضرتك تقصدي ايه بالظبط. طيب فاكرين لما قلت لكم المزكوكات الإسلامية؟ مين هيقولها لنا؟ رانا، كلمة مزكوكات يعني ايه يا رانا؟ اللي هي المسؤولة عن الإنارة في المساجد. مسكوكات. مسكوك ليه يا دكتور؟ البرجات القديمة. ايه ده، ايه ده اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا بتتكلموا جد؟ اللي هي الأيقونات، شبه بس الأيقونات. بس 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 لا ده خرفان، انتوا بتتكلموا خرفان. ده انا قلت لكم مرة واتنين وتلاتة، المسكوكات العملة الإسلامية اللي كانوا بيستخدموها، الفلوس. فاكرين لما قلت لكم هنري أمين عوض اتبرع للمتحف الإسلامي وفي قاعة في المتحف الإسلامي إهداء منه مسكوكات عبارة عن دنانير ذهبية؟ إيه يا جماعة؟ أنتوا بتبقوا قاعدين في المحاضرة إزاي؟ حبيبة ايوه يا دكتور. انتوا ما سمعتوش الكلام ده قبل كده؟ لا حضرتك قلت في المحاضرة. طب امال ايه ده؟ طب ايه العملة الإسلامية؟ حد يقولها لي كده، هي مش دنانير بس. وقلت لكم اكتبوا الحاجات دي عشان بتيجي في دنانير الماضي ودراهم. نشيط، دراهم فضية، دنانير ذهبية، فلس ميتال. لا كده شيء محسن. المهم المعروضات اللي بتدخل المتحف سواء كانت نتاج الحفائر او كانت بواسطة الاهداء زي هنري امين عوض او كانت منقولة من كنيسة مليانة مقتنيات خدنا منها جزء وحطيناه في المتحف القبطي، او خدنا وسائل الاضاءة المشكوات من المتحف من المساجد وحطيناها في المتحف الاسلامي، الحاجات دي قبل ما تدخل بتمر بمراحل معينة. اول حاجة التسجيل، بسجل القطع. قبل ما اسجلها لازم اصورها. طب امال معمل الترميم معمول ليه؟ لان ممكن القطعة دي تكون جاية لي نتاج الحفائر مكسورة، طبق خزف حتتين، عملة معوجة عايز اعدلها، يبقى معمل الترميم مهم انه يلحق الشيء قبل ما تم عرضه. والتصوير بصوره عشان ما يستبدلش. كل ده بيروح لقسم التسجيل عشان تتسجل القطعة. مفيش متحف مفيهوش مكتبة. مكاتب المتاحف من أهم المكاتب في مصر، فيها مجموعة هائلة من المصادر والمراجع والدوريات. هتقولولي إيه المصادر؟ المصادر أمهات الكتب، الكتب القديمة زي المقريزي وابن خلدون. المراجع زي شروق عاشور وهناء ومنى فريد. الدوريات زي مقالات مكتوبة في مجلات ترقى إلى وضع الأبحاث اللي انتوا هتقوموا تعملوها في البيبر اللي اتطلب منكم. مفيش مكتبة ما فيهاش الثلاث حاجات دول. وبعض المكاتب فيها مجموعة من المخطوطات زي متحف القبطي، مجموعة هائلة من المخطوطات. طبعا المخطوطات يا أولاد أول شيء، يلي المصادر، يلي المراجع، يلي الدوريات. بعد كده في قاعة للمحاضرات. كثير من المتاحف بتعمل تنمية ثقافية ووعي أثري وبتقوم بعمل دوريات
لموضوعات معينة. يعني احنا عاملين دورة تدريبية هنتكلم فيها على الخزف. عارفين الخزف يعني ايه؟ يا رانا. نعم يا دكتور. خزف يعني ايه؟ مش انا قلت لكم ان في جانب المحاضرات هقول لكم بعض الفنون، لانك انت رايح تزور المتحف عبارة عن فنون. هو الخزف ده ممكن يبقى النقوش المعمولة على الحيطان أو على الفازات مثلا؟ لا، الخزف بوتري. بوتري يعني خزف. الخزف الأطباق اللي انت بتاكلي فيها الصيني اللي في بيكو اسمها خزف. اوكي. الخزف في منه نوعين بنقول عليه اندر جليز بوتري واوفر جليز بوتري. يعني ايه الخزف يا ولاد؟ عارفين الفخار؟ الفخار اللي هو بتاع القلل، تعرفوا القلل ولا انتم من بلاد الفرنجة؟ ايوه يا دكتور. عارفين الفخار؟ طيب الفخار ده بيتحط عليه طبقة زجاجية فبيبقى اسمه بوتري. خزف يعني اي قطعه فخار حطت لها طبقه جليز زجاجيه بقى اسمها بوتري. في متحف للخزف رائع في الفسطاط، اتمنى انكم تزوروه. البوتري في اندر جليز يعني ايه؟ يعني اما اخد القطعه الفخار وارسم عليها واقوم حاطط الجليز فوق يبقى انا اسمه اندر جليز بوتري. لو انا خدت الفخار وحطيت جليز ورسمت فوق يبقى اوفر جليز بوتري. وده مماثل للصيني اللي انتوا بتاكلوه في بيتكم. طبعا معلش يا دكتور، ممكن تاني الفرق ما بين الاثنين؟ ظهر في العصور الاسلاميه كتير جدا الخزف ده ووصل لارقى انواعه. كانوا بيقولوا عليه في الفتره العثمانيه البورسلين. البورسلين نوع من انواع الخزف بس خفيف قوي قوي. حتى كده انت لما تسالي ماما في البيت وتقولي لها ماما ايه نوع الخزف الحلو او الصيني الحلو، تقول لك الطبق يبقى خفيف. كل ما الطبق يبقى تقيل يبقى فيه فخار كتير. اوكي. في ايه تاني عايزين له ايضاح؟ قولوا وانا اسالوا وانا اقول لكم. ها ايه يا رنا؟ نعم يا دكتور. يا حبيبه، هي اللي كانت بتسال حضرتك على اللي هو توضحي الفرق بينهم بالاندر جليز بوتري واوفر جليز بوتري. الاندر يعني تحت، يعني انا برسم تحت وبعدين احط الجليز. اوفر يعني فوق، يعني انا باخد الطبق جاهز معمول جليز وارسم فوقه. ادي الفرق بين الاندر جليز والاوفر جليز. ده البورسلين او الصيني. لكن لو قلت بوتري بس يبقى فخار اللي بتعمل منه القلل والمنقد والحاجات اللي بتتباع في مصر القديمه. معايا يا اولاد؟ دكتور يعني الاندر جليز يعني من تحت من فوق لاوفر جليز. ايوه، اندر تحت واوفر فوق، صح. ماخد المسمى ده من الرسوم اللي بتتعمل عليه. فاهمه؟ تمام تمام يا اولاد. تمام يا دكتور. فين الحبيبه اللي بتسال؟ ايوه انا يا دكتور معاكي. رانا. نعم يا دكتور. ها في حاجه تانيه عايزه تسالي فيها؟ لا تمام يا دكتور، شكرا. طيب نيجي بقى يا اولاد احنا اتكلمنا على التصميم الداخلي. حد فاكر قلنا ايه في التصميم الداخلي؟ يلا يا رانا قولي لي حاجه واحده. ان هو الحوائط لازم تكون معموله بمواد عازله. برافو. وتكون متينه، يعني ما تكونش من خشب او حاجه نسيت عليها تقع. والارضيات بتكون من حجر الجروت. لا خليكي في الحوائط، الحوائط لسه ما خلصتش. تمام. وبتكون معموله بذوق رفيع، اللي هو مع كل الصفات دي لازم يكون ذوقها كويس يعني. تمام. وما ننساش النوافذ محصنه. او النوافذ محصنه. طيب حبيبة الأرضيات، أيوة
في الأرضيات لازم يبقى يكون في حجر مبروش مش رخام ولا سيراميك. ما ماشي عشان ما يحصلش ايه. مش رخام تزحلق الجروب ما يتزحلقش. ها مين تاني؟ مين معانا غير رنا وحبيبه؟ انا فرح يا دكتور. فرح حبيبه قلبي كلميني على قاعات العرض. قاعات العرض هقول يا دكتور. لا سيبي فرح هي تفتكر وتقول. هيا فرح مش فاكراها اوي اتلخبطت. قاعات العرض مش احنا قلنا ان قاعات العرض ما تبقاش واحدة كبيرة قوي واحدة صغيرة قوي، لازم يبقوا هيرموني بينهم، المساحات قد بعضها تقريبا، عدد الفاترين اللي جوه زي بعض. ايه يا فرح؟ تمام. طيب في ايه تاني لازم يكون في المتحف؟ لازم يكون في معمل تصوير ومعمل ترميم ومكتبة ومخازن وقسم للتسجيل. برافو، قسم للتسجيل. طيب المكتبة رنا. نعم يا دكتور. المكتبة المكتبة بيكون فيها مصادر، بيكون فيها الأول مخطوطات ومصادر ومراجع ودوريات. برافو. الدوريات اللي هي ايه يا حبيبتي؟ اللي هي حاجة أرقام اللي هي الأبحاث والحاجات دي. لا الدوريات مجلات جواها مجموعة من الأبحاث. ماشي تمام. مجلات يعني المؤتمر اللي أنا راحاه ده هيعملوا مجلد للمؤتمر. أنا ألقيت بحث، الدكتورة إيمان ألقيت بحث، هناء بحث، أبحاثنا كلها بتبقى محطوطة في حاجة اسمها دوريات. دوريات إن في نفس التايم من السنة الجامعة دي بتعمل مؤتمر وتعمل الدوريات، ده كتاب اسمه دوريات. فهماني؟ فهمت حضرتك كده. شكرا. والمراجع الكتاب، كتابي انا يعتبر مرجع عشان انا فلوسي في الدكتور، يعني خدت ماجستير ودكتوراه واستاذ مساعد واستاذ، فكتابي اسمه مرجع. تمام. طيب مصدر من زمان بقى ابن خلدون، ارسطو، ديكارت، المقريزي، الكندي، الناس دي اسمها مصادر، حاجات كتب، أمهات الكتب، بنقول عليها أمهات الكتب. سامعاني يا حبيبتي؟ أيوة يا دكتور سامع حضرتك. المخطوطات، نخش بقى على المخطوطات والبردي، الحاجات القديمة قوي 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 قبل ما كان يبقى فيه كتابة أساسا، كانوا بيكتبوا على البردي، كانوا بيكتبوا على الجلد، كانوا بيكتبوا على حاجة اسمها القديم والقديم، جلد الماعز والجلد بتاع المواشي الكبيرة، كل ده كانوا بيكتبوا ويدونوا عليه. دي تعتبر حاجات قديمة قوي، معلوماتها بتبقى صادقة. فاهمة؟ يا دكتور فاهمة. ماشي يا حبيبتي. طيب بيعملوا قاعة محاضرات ليه؟ علشان يبدو الحاجات يعني معلومات عن المتحف اللي موجود فيه، الحاجات اللي موجودة في المتحف للطلاب. برافو. لا موضوعات فنية، موضوعات علمية، بيعملوا دورات وبيعملوا محاضرات داخل المتحف. لازم يكون في قاعة محاضرات، مفيش متحف من غير قاعة محاضرات. ماشي. طيب معمل الترميم، ليه احنا حريصين على وجود معمل الترميم يا رنا؟ علشان يا دكتور يرمم القطع الاثريه اللي بتبقى جايه فيها كسر او مش مظبوطه قبل عرضها. برافو. طيب والتصوير،
ليه بنعمله عشان يا يصور حبيبتي؟ القطعة. ماشي نصور القطعة أول ما تدخل المتحف، ونصورها قبل ما المرمم يشتغل فيها، ونصورها أثناء المرمم ما شغال فيها، ونصورها تالت مرة بعد ما يخلصها. 3 صور للمرمم قبل ما يمد إيده فيها، وأثناء ما هو شغال عمل الريستوريشن في القطعة، وبعد ما تخلص خالص. والصورة الأولانية أول ما تدخل المتحف. معايا يا ولاد؟ اه يا دكتور مع حضرتك. كده اتكلمنا على العمارة بتاعة المتحف الداخلية. طيب عايزين نتكلم بقى على العمارة الخارجية. الخارجية يا ولاد اللي هي بتبقى الواجهات. الواجهات دايما بتحاكي ما بداخل المنشأة. يعني أنا مثلا هعمل واجهة للمتحف الإسلامي، ما ينفعش أحط على الواجهة أيقونات أو صلبان. أنا هعمل واجهة للمتحف القبطي، ما ينفعش أحط آيات قرآنية. هعمل واجهة للمتحف الإيجيبتولوجي، ما ينفعش أحط تمثال جريك رومان. هعمل واجهة للمتحف اليوناني الروماني، ما ينفعش أحط عليه وحدة معمارية إسلامية اسمها الكابولي، صح؟ يبقى إذن الواجهات لابد إنها تتناسب مع الغرض من إقامة هذا المتحف، تمام؟ عندنا بس في بعض الأحيان بيحصل شيء من التغيير، زي مثلا المتحف القبطي يا ولاد لما نزوره، لو زرتوا المتحف القبطي واتفرجتوا على الواجهة بتاعة المتحف القبطي كوبي بيست من واجهة مسجد اسمه جامع الأقمر في شارع المعز لدين الله الفاطمي، ولكن الواجهة في الجامع كانت مكتوبة في الزخارف بتاعة الواجهة علي وعثمان وعمر. لما الواجهة دي عجبت مرقص باشا سميكة، نقلها يعملها واجهة للمتحف القبطي، ولكن بدلا من كتابة أسماء الخلفاء الراشدين عمل صلبان بداخل الزخارف. تمام معايا؟ معلش يا دكتور، الحتة دي وقعت مني، ممكن تاني؟ هو مين اللي يقع منه على طول؟ مين انتي؟ مين أنا حبيبة. خلاص حبيبة، يا دودو، هو في ايه يا حبيبة؟ هو كله واقع اللي هي منك الواجهة. لا لا والله الواجهة، ايه؟ اللي هي الحتة بتاعت الواجهة بس. مش سامعاكي يا ماما. الواجهة يا دكتور، ايه الواجهة، الحتة اللي لسه حضرتك شرحاها. الواجهة؟ قلت ان الواجهة لازم تتناسب مع اللي جوه المتحف، ما ينفعش احط على المتحف الاسلامي صلبان، وما ينفعش احط على المتحف القبطي ايات قرآنية، وما ينفعش احط على الايجيبتولوجي تماثيل يونانية، لازم تحاكي جوه المتحف اليوناني الروماني. الواجهة بتاعته مدخل معبد يوناني روماني، لما تروح الايجيبتولوجي هتلقوا تماثيل ايجيبتولوجي قبل ما تدخلوا على الواجهة. انتوا هتبدأوا مع الدكتور اسلام امتى الارشاد التطبيقي؟ من يوم الثلاثة الجاية. طيب الكتاب موجود تحت يا ولاد، محدش يروح للدكتور من غير الكتاب، عشان هو يشرح وانت تتابع في الورقة اللي قدامك، عشان الامتحان شفوي وبالانجليش. سامعيني؟ اه يا دكتور، تمام عشان حضرتك. تحفظ ما هو على القطعة. لو انتوا عندكم محاضرات امتى تاني غير التلات؟ والله العظيم يموتوا. يوم الاثنين والحد. عندكم يوم الاحد ويوم الاثنين؟ طيب على ايوه يا دكتور. العموم هو الكتاب جه امبارح وفي متناول الايد تحت عندها لك، عشان تروحوا يوم الثلاث للدكتور بيه، عشان كمان يحدد لكم ايه اللي هيتحفظ،
لو القطعة صفحة كاملة هيحدد بعض أشياء معينة انتوا تحفظوها. يبقى اتكلمنا على الواجهات، وقلنا ان الالوان لازم تكون الوان متناسقة، ما ينفعش مثلا اعمل لون فوشيا لوجهة متحف متفق عالميا على الواجهة اللي هي بيقولوا عليها سن الفيل، اللي هو البوني اللي واخد نقطتين بيج ده. تمام كده محاضرتنا النهاردة خلصت، ودي التعويضية بتاعت يوم الثلاث، اتكلمنا على عمارة المتحف، والمحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على نشأة المتحف وبداياته وتنوعه والفرق بينه وبين الجاليري والمعرض. وأشوفكوا على خير بإذن الله. سلام.